قد يجد طالب العلم المبتدأ صعوبة في الطلب والحفظ، فما نصيحتك لهذا؟ نعم، أنا أرى أن طالب العلم المبتدئ يحرص على حفظ المتون، لأنه كما قلت الصغير لا ينسى، وحفظ المتون هو العلم. ولا تغتروا بقول من قال العلم هو الفهم، هذا غلط. نحن لم ينفعنا الله عز وجل إلا بما حفظناه من قبل في حال الصغر، نستحضر العبارات اللي كنا نحفظها من قديم. ولذلك تجد الذين يعتمدون على مجرد الفهم ما عندهم علم إذا جد الجد، لأنه لا يرتكزون على شيء. ما نصيحتكم لطلبة العلم الذين زهدوا في تعلم علم النحو ولا علم شرعيا إلا بنحو؟ لأن العلم الشرعي عربي تفقه النصوص الكتاب والسنة وتعبر عن فهم السلف لها، فهم العلماء لها، وهذا لا يكون إلا بفهم اللغة. وأول درجات فهم اللغة فهم النحو، تفهم معاني الكلام إذا تركب، فمن لم يفهم النحو لا فهم له في الشريعة. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون.